السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. كيف ما شفتوا العنوان، هو غادي يكون هذا الفيديو هو مساعده للاشهار ديال القناه ديالك. هذه فكره جديده، انا ما كنظنش ان شي واحد مغربي انه حاول يتطوع انه يقوم بها. البعض تيبقى يقول لك كنبغيو مثلا ندير واحد الفيديو مثلا مع شي واحد اللي عنده لي زابوني بزاف باش نعاونوا بعضياتنا وهذه. المهم انا طحت عليا واحد الفكره، باش انا نقدر ندير لكم واحد الفيديو اللي غادي تبريزونتي فيه القناه ديالك وغادي تنشر في القناه ديالي الا انت حاولتي تطبق بعض الشروط اللي غادي نقولها لك. يعني غنبقى ندير فيديو، غنبقى نجمع مثلا شي 5 ولا 6 ديال المقاطع، غادي تهضر انت بريزونتي مثلا القناه ديالك، علاش الناس خاصهم يشاركوا في القناه ديالك، وان شاء الله غادي نبقى نحطو مره في الاسبوع ولا مره مثلا في اسبوعين ولا مره في المهم على حساب يعني المقاطع اللي غادي نتوصل بها. المهم يعني من الشروط انه باش نعمل اشهار القناه ديالك على القناه ديالي، اول شرط يجب ان تكون القناه ديالك لا يقل عدد متابعيها عن 10,000 مشترك. علاش انا حددت قضيه ديال 10,000 مشترك؟ حيت الا ما كانش يعني الا كان قل من 10,000 مشترك راه غتبقى توصلني 10,000 رساله حتى ل 20 رساله في النهار. يعني اقل حاجه انه يكون القناه ديالك فيها على الاقل 10,000 متابع. ثاني حاجه ان تقوم بعمل اشهار لقناتي في فيديو على قناتك بالطريقه التي تلائمك. يعني كيف ما غادي نساعدك انا كذلك انت غادي تساعدني، غادير واحد الفيديو يعني فيه غادي يكون اشهار قناه جمال الفا على القناه ديالك. ثالث حاجه غادي ترسل لي ارسال رابط الفيديو اللي فيه الاشهار ديال القناه ديالي جمال الفا لهذا الحساب، هذا الفا جمال 66 @gmail.com. رابع حاجه المتابعه ديالي في جميع الحسابات ديالي، فيسبوك انستغرام سناب شات وتويتر، الا ما كانش عندك تويتر ماشي مشكل. خامس شرط، يعني الشروط كلها غادي تلقاوها في اسفل الفيديو. خامس شرط نشر احد الفيديوهات ديال جمال الفا على حسابك او صفحتك الفيسبوك. سادس حاجه غادي تصيفط لي فيديو قصير ما تتفوتش المده ديالو لك لا تزيد عن 20 ثانيه، كتقوم به بشرح المحتوى ديال القناه ديالك وعلاش الناس خاصهم يديروا اشتراك في القناه ديالك. يعني حاول انك انت تعطي الناس واحد ليدي علاش الناس خاصهم يديروا الاشتراك في القناه ديالك. الفيديو غادي تحط يعني ملي غادي نجمعوا ان شاء الله العدد الكافي من المقاطع غادي نقوموا بنشر فيديو على القناه ديالنا. غادي نقوموا بنشر الفيديو يعني في كل مره غادي توصلنا مثلا 5 أو 6 ديال المقاطع اللي غادي تكون استوفات جميع الشروط. كذلك ما تنساوش الدعم ديالنا عبر نشر هاشتاغ جمال تيغي الفا. المهم الشروط كامله غادي تلقاوها اسفل الفيديو. المهم هي مبادرة، أنا كيف ما قلت لكم القناة راه ماشي قناة جمال ألفا، قناة ديالنا كامل حنا عائلة، يعني خصنا نساعدوا بعضياتنا. يعني كنعتذر من الناس اللي عندهم عدد قليل من المشتركين اللي قل من 10,000، ماكرهتش حيت لما درت يعني على الأقل 10,000 غادي يوصلوني رسائل بزاف والناس غادي يبقى فيهم الحال وغيتقلقوا يقولك جمال ما درتيش لنا حنا ما درتيش لنا حنا. المهم هي مبادرة، ما كنظنش أنه شي واحد أنه حاول أنه يقوم بها. غنبقاو نشرو فيديو في كل مرة، يعني غادي يلقاو شي واحد سوف هاد الشروط كاملة وكل واحد غادي يدوز الفيديو ديالو، وكذلك غادي نديرو رابط ديال كل قناة ديال كل واحد فيهم. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديرو جمع الفيديو تبارطاجيو الفيديو، ديرو اشتراك على القناة. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم. للتوصل بكل جديد على قناة جمال الفا المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي، وتصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.